ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز التسمي باسم فرعون أو اسم لوط؟ لوط عليه السلام نبي من أنبياء الله، تسمي به لا بأس وقد يكون مستحبا، أما فرعون فهذا لا ينبغي التسمي به، لا ينبغي التسمي بفرعون، نعم، لأنه اسم كافر، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول نعم فرعون، لاحظوا أن فرعون ترى ما هو باسم، لقب، فرعون لقب لملك مصر، كما أن ملك الحبشة يقال له النجاشي، وكما أن هرقل يسمى الملك الروم، وكسرى لملك الفرس، هذه ألقاب ما هي بأسماء، نعم.